السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم يا حبايبي في قناة فيدي غيرك مع ندى. النهاردة معانا حاجة مختلفة خالص، معانا تطبيق اسمه نختم، يعني ابلكيشن على التليفون. معانا التطبيق ده زي ما انتم شايفين كده على ايدك الشمال، نختم. هندخل في البرنامج عشان نشوف المميزات بتاعته. البرنامج ده جميل جدا، هيخليكي تختمي القرآن في رمضان بسهولة ويسر من غير ما تتعبي، وحتى بعد رمضان برضو ممكن تقري القرآن بسهولة ويسر، لأن الآية بتظهر لك على التليفون مجرد ما انت تفتحي التليفون. مثلا انت عايزة تفتحي التليفون تشوفي فيسبوك، تشوفي يوتيوب، تشوفي أي حاجة، هتلاقي الآية ظهرت لك على الشاشة. هنشوف مع بعض. اول حاجه هنا مكتوبه الصوره، انت هتختاري الصوره اللي انت عايزاها. معايا المصحف كله هنا، الاجزاء كلها بتاعت القران. هنختار مع بعض. مثلا احنا معانا سوره الفاتحه، هختار سوره البقره. ادي الايه، هنختار الايه، الاولى طبعا صغيره. انا هختار لكم الايه الثانيه عشان خاطر تبقى اطول. هختار الشيخ معايا، معايا الشيخ الحصري والغامدي، لا معايا اول حاجه اهو مشاري ومحمود البنا ومحمد ايوب والحصري والغامدي والمعطلي محمد صديق المشاوي والحذيفي وعبد الباسط المهم والعجمي ومحمد جبريل. معاكي مشايخ كتير، يعني معاكي مشايخ كتير، اختاري منهم الشيخ اللي انت بتحبي صوته. مثلا هختار مين معايا، هختار مثلا الشيخ الحذيفي. ادي حبايبي كده اخترت الشيخ الحذيفي. هنا تحت هدوس على ابدأ الآن، ادي دوست ابدأ الآن. بيكتب لك سيتم عرض الآيات من الصورة، يعني عند غلق التليفون وفتحه الصورة هتظهر لك الآية على الشاشة. انا هقفل التليفون زي ما انت شايف. حبايبي انا قفلت التليفون وفتحته تاني، ادي الآية معايا على الشاشة اهي زي ما انتوا شايفين كده. انا هخرج من البرنامج، اهي الآية عندي على التليفون. يعني مجرد ما انت تفتحي التليفون، مثلا هتشوفي اليوتيوب، هتفتحي اي حاجه في التليفون، هتلاقي الايه قدامك اللي انت وقفتي عليها. على ايدك اليمين في سهم كده، هتدوسي عليه هيشغل لك الصوت وهيشتغل الشيخ اللي انت اخترتيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني انت هتقري الايه مع الشيخ. خلاص انت قريتي الايه، عايزه تطلعي مثلا من الـ الايه دي او من البرنامج، عندك علامه اكس كده على ايدك الشمال ممكن تخرجي منها. عايزه تقري ايه ثانيه، في سهمين تحت، في واحده على اليمين وواحده على الشمال. على الشمال كده اهو هتشوفي الايه اللي بعدها، ادي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم يقون. ادي حبايبي، يعني انت لو انت عايزه تقري ايتين مثلا ثلاثه زي ما انت عايزه، هتقلبي كده هتجيك الايه اللي بعديها. خلاص انت عايزه ترجعي للايه اللي قبليها، مثلا لسه عايزه تشوفي وصلت لحد فين، ممكن تجيبي الايه كده. انت فتحتي التليفون ولقيت الايه قدامك وانت كنت بره البيت، مش هتلحقي تقري، ممكن تطلعي كده. سيتم عرض الايه لاحقا. ممكن ندخل تاني في البرنامج. ادي حبايبي مثلا هنختار سورة البقرة، هنختار الآية رقم كام، رقم خمسة. ممكن نغير الشيخ معانا، ممكن نخليه الشيخ عبد الباسط، وهنبدأ الآن. قبل ما نبدأ الآن، أنا عايزة أوريكم برضو حاجة معايا. في حاجات هنا كاتبها لك ازاي تعملي اعدادات للتليفون بتاعتك لو في اي حاجة وقفت معاكي. هدوس تحت ابدأ الان. كده هتتعرض الاية لما انت تقفلي التليفون وتفتحيه تاني. انا هقفل التليفون وافتحه تاني. ادي حبايبي الاية معايا على الشاشة. انا هخرج من البرنامج عشان تشوفوا كده، هتبقى الايه قدامك كده على الشاشه. مثلا انا ادي هشغل الايه، ان الذي
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنا مثلا عايزة أعرف تفسير الآية دي إيه، هدوس في علامة استفهام كده فوق جنب السهم هيظهر لك التفسير بتاع الآية. مثلا أنا عايزة أجيب الآية اللي بعدها، أجيب الآية اللي بعدها عايزة التفسير بتاعها، آدي التفسير بتاعها هتلاقيه عندك تحت، يعني أي آية أنت عايزة التفسير بتاعها هتلاقيه على طول بالسهم ده، هتلاقي تفسير الآية هتشغلي كده الشيخ هتلاقيه بيقرأ. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وده كان البرنامج معانا يا حبيبي بتاع نختم، يا رب يكون استفدتوا منه ويعاونكم كده على ختم القرآن في رمضان. بصراحة برنامج رائع جدا جدا جدا، أنا عجبني جدا فقلت أشاركه معاكم، وان شاء الله يا رب يعجبكم، وهسيب لكم يعني في صندوق الوصف اللينك بتاعه علشان تنزلوه عندكم في التليفون. ويا رب يكون افدتكم بحاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.